احنا بنحفظ مع بعض سورة آل عمران، بينزل حلقتين، حلقة لتعليم القراءة وحلقة للتحفيظ. دي حلقة الحفظ والتحفيظ. هات مصحفك لو حابب تحفظ معنا. هنبدأ النهاردة ان شاء الله الربع الثالث من سورة آل عمران. مصحفك يلا وصوتك العالي والتركيز، هتقرا معايا وتسمع معايا. مصحفك وصوتك العالي، يلا بينا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. 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 إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني
نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. 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 إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. 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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى.
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى 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 فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض
والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنسمع الجديد اللي احنا حفظناه مع بعض النهاردة ان شاء الله 3 مرات. ده لو هتسمعه على التليجرام او تسمع معايا مباشر بنسمع برضه 2 و3. ولازم نجيب من اول الصورة، ما تنساش حلقة التجويد. ناس كتيرة جدا بتسمع معايا او تقرأ معايا يكون عندها اخطاء كتيرة جدا. ليه؟ لانه بكسل يسمع حلقة التجويد، لسه اسمع ولسه اقعد اقول وراه. اسمع هتاخد ثواب، مش هتتعلمه بس، انت بتسمع قرآن وهتتعلم القرآن بطريقة صحيحة ان شاء الله. أسأل الله أن ييسر لكم حفظ القرآن الكريم وأن يثبته في صدوركم وأن يجمعكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما تنسوش حلقة الأطفال، لو أنتوا وصلتوا لغاية هنا وسمعتوني هاتوا ولادكم يحفظوا معانا إن شاء الله. والسلام عليكم.